على فوهة المثلث يسقط التعصب. التعصب مثل المثلث، أنت في لحظة من البداية تسخن، ما بعد جت المباراة تبدأ ترقى 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 من المشحون مشحون مشحون إلى أن تصفر المباراة، تبدأ أنت في رأس الهرم. الأستاذ ياسر الحزيمي في ضيافة كورة يفند. أتفهم جدا لما يجي أحد من لعيبة الهلال وقاعد يشوف مالكم إيش قاعد يسوي ويتحدث. أحد أجيه أضيع الوقت وياه، واحد إلى ضيعني الوقت جيته. فينير وعيا رياضي. برنامج الاستقطاب ومشروع، يعني مشروع دولة. مطلوب من هذا المسؤول أنه يكون مقنع لكل الجمهور. نظرته لمنتخب بلده ليس الأخضر وإنما بلون فريقه. يسعدني جدا أني أعرف أنك انقهرت من ردي. لا يرى الحق إلا بألوان فريقه. معقولة واحد يشجع نادي ما يتزوج واحدة لأنها ما تشجع النادي نفس الزوج؟ يدبج ذا العالم وذا في الأخير عندي نتائج. قابلته يا أخي طلع رهيب، وصدق أنا ترى أقول للناس أنت رهيب صراحة، يعني خلف الكواليس جميل ما شاء الله، وفي الكواليس وفي الشاشة أبا وقف أبا صور، قال لي وخر. كلام جميل جدا جدا. أنا تأسرني شخصية الأمير عبد الرحمن بن سعد، ولذلك شفت المقطع المشهور اللي وقف بشوت فاول كيف كان يكلم نفسه. ما ودي أضرب أمثلة بس يعني خلنا أقول صارت أزمة كبيرة قبل كأس آسيا بين مدرب المنتخب السعودي وبعض اللاعبين. سي رونالدو ثابتة، خلاص ثابتة أصلا في الدوام. أنا ما حد يدري شو أشجع. تركي العجمة شكله حبيب، شكله أقشر. أما كيف تناظره يعني إيه خلاص يعني. لما سجل هدف وزعل كان يعطي رسالة للإدارة تأخر تجديد عقده. ترى الصدق إنه أصبح لافتا للشفقة، بس هو ما يدري. أنت قول بس وتركنا، إحنا بنفسر براحتنا. طيب وإحنا أصلا شغلتنا في الحياة إيه؟ إن إحنا نفسر على راحتنا. طيب أمشي. قول. بعض الإدارات تجيش عليها الجمهور، ما تبغى يطلع كذا. كان بيني وبين ماجد عبد الله حوار، لا هو اللي مشى ولا بيطلع نطقه. فايش سوى النادي؟ اجلس تمارين انفراديه، لا هو اللي يلعب ياخذ رواتب ولا هو اللي يستفاد وش شجع.